الزوجة، أنا العذراء، أنا الأم، وأنا الإبنة، وكثرهم أبنائي. عن بلدي احكيلي يا نسيم اللي مارق عالشجر مقابيلي، عن اهلي احكيلي، عن بيتي احكيلي، عن جار الطفولي حكاية طويلة. يعني طبعا هي الحرب 5 سنين أثرت على كل طفل، على كل مرأة، على كل شيخ، فما بالك إذا على الفنان صاحب الإحساس الراقي اللي بده ينقل هذا الإحساس على لوحة بيضة. فأنا من المناظر اللي شفناها، منظر الهجران، منظر حاملة الحقائب، فجسدت هذا الشيء بأحدى اللوحات اللي حامل الحقيبة وماشي مكتس الذكريات. مع أنه أنا بفضل كنت أقول بهاي اللوحة أنه ليس المهم أن نهجر الوطن، المهم هو نسيان الذكريات، هذا أصعب. اللعبة اللي اشتغلت عليها ولعبت على اللوحة هي من بعض الصور الأطفال اللي فقدوا بهاي الحرب الخطيرة، فقدوا لعبتهم، حتى هن إذا حاولنا نرجع نعيشهم من أول جديد اللعبة صعب يلعبوها مثل ما كانوا، لأنه في ذكريات عندهم، في مناظر صعبة، في مشاهد كانت كتير مؤلمة عليهم. هاي هي بعض الرموز اللي كنت حطها. يعني كمان لما بدي اشتغل المرأة، هذا العنصر الجميل اللي عم بيلعب على اللوحة، بدي أحط له، يعني حتى لو كانت إنه حزينة كئيبة، بدي أحط شوية أمل. يعني هذا الأمل باللون عم حطه، باللون الأحمر، اللون الأورانج، عم حط لها شوية زخارف، شوية ورود دمشقية على الفستان، ربما هذا يدل على إنه بعد في أمل، بعد في عنا خير، أرضنا طيبة وأشخاصنا طيبين. نحن طالما عنا هذا المقومات عنا، معناتها نحن حابين نرجع نكون من أول جديد، حتى لو الحرب إن شاء الله بتخلص، وإن شاء الله بيكون عنا تجديد. وهذا بالعمل، يعني العمل الدائم لإلنا كفنانين ومفكرين. أنا أؤمن أن هذا الإنسان السوري سينتصر وستلده عشتار إنسانا مفكرا ومبدعا على هذه الأرض الوطنية. كل انفعالاتي كنت حطها على اللوح الأبيض، سجلها على اللوحة تبعي بكل الحالات، لأنه أنا بالنهاية لما أكون عم خلص هاي اللوحة أنا روح وقع وترخ إنه هذا الزمن انتهى هون. عشتار مقدسة، المرأة هي طاقة الحياة، المرأة حاضن للبذرة التي تلد الإنسان. هذا الإنسان متعلم، مفكر، مثقف، منفتح، لكي نبني سوريا من جديد. سوريا أنثى مقدسة تتسع للجميع بالمحبة والتسامح والرحمة. أنا سراب الصفدي، هكذا هي أنثاي.